السلام عليكم. هلا في عندنا مشكله عم تتكرر كثير اللي هي مشكله السنوات، كتابه السنوات بتكون غلط، وهذا الشيء بياثر على الستيتمنت والقائمه اللي بتعملوها، وبالتالي بتعطيكم ان اي. اوكي، خليني اعطيكم مثال عملي. هلا هون مثلا عندنا الير، شوفي هون بيكون في سبيس، بين في فراغ بين كلمه الير وبين رقم واحد. لو انا جيت حطيتها هيك، كتبتها هيك، ان اي بتطلع لي. اوكي، اسلم طريقه انك تاخذ فيها الداتا وتكون اكيده انك تروح على الداتا نفسها. ناخذ year 1 year 2 year 3، ناخذهم كوبي، نيجي هون على الفوركاستنج، نيجي بنعمل هيك من هون، شايفين بيست سبيشال، بدنا نعمل لها، ندور على الاوبشن اللي بيبين الترانسفورم اللي بيجي زي هيك زي المعكوس، فبتكتبها ببساطه. هلا بتاخذها من هون كوبي، من هون بتحطها بيست، فبتشتغل معك المعادله امورها تمام. هاي من المشاكل المكرره، مشكله بسيطه بس بتعمل ان اي. طيب هاي شغله. شغله ثانيه، في ناس سالني هون انه بيطلع عنده زي هيك انه داش. اوكي، هي بس انه تكبير توسيع السنه، توسيع الخليه مش اكثر. اما هي الخليه شغاله بتكون عنده، وبيقدر تحت يعمل عليها اي معادله زي مثلا السم. اوكي، بيجي السم بيجي من هون، الامور تمام. هلا لما تيجي عندك زي هيك الخليه عادي اعملها نمبر، لما يجي عندك هون ديسيمال اللي هي خانات عشريه بتعملها هيك تصغير، سوري تصغير. هاي الرقم شغال والخليه شغاله. هلا فكره انه يكون عندك مثلا مشكله انه هون داتا تايب، احنا اتفقنا العمليات الرياضيه الحسابيه اللي فيها معادله لازم تكون نمبر، يعني ما بينفع انه نعمل عمليه رياضيه لتكست لنص. اوكي، هلا في ناس شو بصير معه كالتالي، انه بياخذ نوع العنوان، يعني باخذ التوتال ريفينيو، طب بصير الاكسل يدور انه كيف يجمع رقم مع نص مع تكست، ما بتزبط معه. فانه بس انتبه انه خذها من الخانه الاولانيه، بعدين اكبس على كنترول شيفت والسهم لتحت، فبتاخذ السيل كامله. او اقرا اول خانه شو اسمها، هيها دي 2، ماشي، اكتبها كتابه. ها خليني اعطيكم اياها كتابه، مثلا هي هون نعمل السم. اوكي، اكتب دي 2 بعدين نقطتين فوق بعض، احنا هون عندنا اخر خانه هيها، تكبسها بعدين نسكر. نرجع نحكي هون الداتا تايب، اعملها نمبر وايميل اصفر، والامور ان شاء الله تمام. هذول الغلطتين عم بتكرروا، هاي عملت لكم فيها فيديو، شوفوا وان شاء الله خير. يعطيكم العافيه.